جيت فيت مشاهدينا، بركي هو هيدا من اهم الامور اللي احنا لازم نكون عم نفكر فيها، انه نعيش حياتنا بطريقه كثير صحيه، انه نكون نحن فت، انه نضلنا نكمل بحياتنا فت. تذكروا دائما لشو بنقول دائما هون بالام تي في وبي جيت فيت، ما لازم نكون نحن فت بس ببيريد معينه، لازم هذا يكون نظام حياه لنا، لازم نحن نعيش بطريقه كثير منيحه، ولا مره بحياتنا ما يكون عندنا نظام تدريب بنمشي عليه بطريقه يوميه. ماسك انا الكيو كارد لفرجيكم انه اليوم كل ما اطلع بالفقره بحضر انا شو بدي اعطيكم، وهذا الشيء انتم لازم ينطبق عليكم ببساطه قبل ما تروحوا على السيشن. للذهن تبعكم، للفكر تبعكم كثير منيح تكونوا عارفين شو بدكم تتمرنوا. ما توصلوا على الجيم او ما توصلوا على المكان ببيتكم اذا بدكم تتمرنوا، ما توصلوا بطريقه عشوائيه وما بتعرفوا شو عندكم لليوم، لازم تقولوا التنين عنا هيك، الثلاثه عنا هيك، الاربعه عنا هيك، تعملوا سكجول للتمرين تبعكم. هيدا بيساعدكم لتتحمسوا اكثر، تكونوا عم بتكملوا البازل خلال كل الاسبوع. هذه شغله كثير ضروريه. اليوم رح نشتغل على ليجز تبعونا، رح نشتغل كمان بايسبس، رح بلش باول حركه. بذكر انا انه دائما بعمل وورم اب وستريتشنج قبل ما بلش الفقره كرمال استفيد من المين فيز اشتغل فيها الشغل تبعنا. رح اخذ دمبلز 4 كيلوغرام كل وحده، اخذ البوستشر تبع بوزيشن تبعيتي. خلال الحلقه رح اكون عم فرجيكم شويه صور كمان لنضلنا بالهيدا. رح اعمل سكوات تاتش صغير لفوق، بايسبس كيرل لفوق، برجع بنزل تحت، اب لفوق، بايسبس. صوره هيدي لللور بادي ماسلز، بعدين رح تشوفوا الصوره الثانيه بتفرجي الهامسترينج ان اكشن، الصوره الثالثه بتشوفوا البايسبس اللي عم بشتغل عليهم هلا اثنيناتهم بهالحركه، والصوره الرابعه اكيد بايسبس لما يكون في فلكشن واكستنشن، لما اكون عم بعمل فلكشن كيف البايسبس بكونوا عم بيشتغلوا. دائما لازم نكون عم نشتغل بالصور تنعرف اماكن العضلات. وي جو فور مور، اب اند داون داون، تركزوا على البوستشر قد ما فيكم. 5 مور سكوات، بايسبس كيرل بالايدتين، معده دائما مشدوده. 3 مور، ذاتس 1 2 1 مور تو جو اند 3. دائما بحط تحت اذا بدكم شيء اقدر رقع عليه كرمال جرب قد ما فيي، جرب قد ما فيي يكون عم بشتغل على شغله معينه، يعني يكون انا عم ظبط البوستشر تبعيتي. ادوات مثل هذا الشيء، كرسي او حتى بنش او مرايه، بتساعدني يكون عم بشتغل بطريقه صحيحه. بنتقل على الباونسينج ستيب، اسمها باونسينج ستيب لانه فيه مثل اربع رسورات تحت بتخليني على باونسينج سيرفيس. رح اشتغل على سكوات مع ني ليفت لفوق، معدي دائما كمان رح تكون مشدوده من هون، تاتش لفوق داون، ني تاتش 3 4 مع تويست صغير 5 6 7 8 9 and 10 and 10 سويتش. دائما الكور تبعي انجيج بالحركات اللي عم نعملهم، دائما اكيد الحركات اللي عم نشتغل عليهم لازم يكونوا مدعومين بهالمنطقه، بمنطقه الوسط، منطقه الابز اللي هن فانكشنال ماسلز، بيلعبوا دور كثير كبير ليساعدوني بكل الحركات. لكن تاتش 2 كمان 3 4 5 6 7 8 9 10. باخذ نفس عميق، بيرفكت. بنتقل لحركه بالباربل، بالايزي بار، بشتغل على البايسبس تبعولي، باخذ نفس عميق، بلتقط الباربل، وزن اتقل من اللي عاده بشتغل عليه. شوفوا وضعيه جسمي، اجري ركاب منن جالسين لورا، ركاب مطعوجين شوي، معدتي مشدوده. انا اي جو 10 مرات 2 3 4 5 6 7 8 2 more 9 and 10 1 more. معدي دائما مشدوده. بنتقل كمان حركه walking lunges،
تعرفوا قديش الكالتشر تبعيتنا نحن سكوات اند لانجز لما نحكي لور بادي ورك اوت نحكي كثير لانجز اند سكواتس من هون بادي ويت واحد اثنين ثلاثة أربعة سويتش رح أعملها مرتين روح رجعة واحد اثنين ثلاثة أربعة بياخد نفس عميق كمان مرة لعيدة منظبط قد ما فينا كمان نشتغل الحركة بنعملها بسرعة إذا بدكم متوسطة ميلة للبطء ميلة للبطء بسيطر دائما على الحركة عم اشتغل بالبادي ويت تبعي هلا ما معي ويت اوكي بيرفكت عظيم لكن ليفتنج ا هيفي اوبجكت عن الأرض يعني يكون عم بتعلم احمل على الارض دائما عندنا هالمشكله لحط الدمبل على الارض كنا حكينا عن هذا الموضوع قبل كيف عاده بنلم الاغراض على الارض بطريقه كثير خاطئه بنروح الظهر اليوم سكوات هو اذا بدكم ناتشرال موفمنت لنتعلم نعمل هذا الشيء من هون جو داون ليفت جو داون بوت ات داون اند اب كمان داون ليفت داون وقف لفوق one more up استعمل دايما اجري لما اكون عم قوم بهالشغله واكيد المعده عضلات الكور والابس تبعولي لما يكونوا عم يتفاعلوا عم يساعدوني قد الحركه كمان دايما بنتبه انا وعم شيل heavy object على الارض more and more كمان 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 two more to go one more and that's it بنتقل لحركة للبايسبس من هون برجع كتافي لورا one arm hammer curl اثنين ثلاثة كمان أربعة more and more خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة I go for more one معدي مشدودة دايما اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة عظيم على مهل حركة كتير سريعة للكابس تبعولنا من هون مثل ما عم تشوفوها very easy lift your heels up اثنين معدي كمان مشدودة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة I go for five more أنا وياكم واحد اثنين تكون آخر حركة لليوم ثلاثة أربعة خمسة ودايما معدتي مشدودة اللي تساعد بحياة الحركة كون عم بشتغل فيها رح انتقل هلا لعند زميلتي ستيفاني بونجور أمين ستيفاني سافا سافا تاني عبالي اسألك سؤال ولا مرة سألتك بتشرب قهوة؟ أنا كوفي أم نوت بيج فان أوف كوفي ما بشرب كثير كوفي شو بتشرب؟ أنا هيك أنو... إذا رحت دهرت مع أصحابك الصبح شو بتاخذ؟ لا باخذ مي أو باخذ إنه كثير أشياء بس مش كوفي مش لأنه شيء مش لأنه منا صحية أبداً ما عم بقول هيك ولكن بفضل غير أشياء أنا ما بحب طعمة الكوفي
ما بتحب تعمل هادي بس مش هيك. عم بقول للعالم دايما حطوا القافية على جنب، بس هي مش عنصريه ضد القافية، هي انا دايما لانه العالم بيتفرجوا علي هني وحميد. لا لا مش لانه شيء ابدا، بس انا طعمه القافية ما بحبها. عم بسالك هالسؤال لانه اليوم رندا بعد شوي بايت رايت بدها تحكي عن الكافيين. صحيح. ولكن في كافيين حتى بالشاي، بتشرب شاي؟ صحيح بشرب شاي، شاي من الاشياء كثير بشربها وفيها كافيين، فيك تاخذ الكافيين مش ضروري بس بالقهوه. اكزاكتلي. فهيدا اللي كان بنشوفه، بنشوف نصايح كثير مهمه هلا. يلا وانا بقول لكم get fit stay fit. Thank you.